أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية وآخر فقرة من فقرتنا النهاردة في صباحنا مصر. الحقيقة دايما كنت بشوف أنه خريجي فنون تطبيقية ليهم طابع خاص جدا، لأنهم دايما مبتكرين، دايما بيفكروا خارج الصندوق، دايما بيبدعوا. وعشان كده النهاردة معاكم هنتكلم أكتر عن يمكن قسم منتجات المعدنية والحلي في كلية الفنون التطبيقية، وبالذات يمكن الاهتمام بتصميم العملات وتصميم الميداليات والرموز التقدير، كمان حاجة مش ناس كتير قوي بتفكر فيها، لكن ضيفتي النهاردة فكرت في هذا الأمر وكان مشروع تخرجها خاص كمان بهذا الأمر. أتشرف جدا تكون معايا ندى يسري خالد، مصممة منتجات معدنية وحلي. برحب بيكي يا ندى، نورتي الدنيا. ربنا يخليكي. والحقيقه باين من الالوان المشرقه كده انك انت عندك لمسه جماليه خاصه جدا. ربنا يخليكي، شكرا. ندى، فكره الاهتمام بالعملات المعدنيه والميداليات والرموز التقديريه، واهتمامك انك مشروع تخرجك حتى يكون في الدايره دي، قولي لي ليه؟ هو اولا يعني حب للمجال، وان هو مجال برضه هو كاهتمام يعني بيكون نادر بيه شويه. يعني في حاجات تانية في القسم عندنا، منتجات تصميم منتجات بشكل عام المعدنيه، زي مثلا مكملات الاساس ومحادات الاضاءه ومكملات الملابس، وبرضه مجال العمله والميداليه ورموز التقدير. هو مجال يعني تقيل الى حد ما، فانا يعني حبيت ان هو يعني لقيت شغفي فيه بصراحه، حبيت ان انا اتميز فيه يعني، واخترت ان انا يكون مشروع التخرج بتاعي فيه. وطبعا عشان يعني الجمهوريه الجديده ان هو يكون حاجه ليها علاقه بيها، فاخترت طبعا العاصمه الاداريه. يعني كان عندي ان انا عايزه اعمل حاجه للعاصمه الاداريه، فعملت. قولي لي بقى عملتي ايه بالظبط؟ عملت مجموعه ميداليات تذكاريه لبعض احياء العاصمه الاداريه، زي مثلا حي الوزارات، المدينه الاولمبيه، الاوكتاجون طبعا مقر الدوله الاستراتيجي. صحيح. وبعد كده عملت برضو مجموعه عملات تذكاريه، بس يعني عرضتها كتصميم، يعني لان طبعا ما فيش يعني تنفيذ العملات طبعا حاجه بتحتاج طبعا اجراءات امنيه، وطبعا كل ده بيبقى من خلال مصلحه سك العمله. يعني المصمم او الديزاينر علشان يصمم حاجه خاصه جدا، وبالذات لما ترتبط بمكان، يعني مش حاجة أبستراكت، لا ده بقى حاجة مرتبطة بمكان، بعاصمة إدارية، بجمهورية جديدة متواجدة على أرض الواقع. ده بيتطلب منك زيارة ميدانية للمكان، تشوفي المكان عشان تتلمسي الطابع الخاص بالمكان أو الشكل، ولا إيه بالظبط؟ هو أكيد طبعا دي بيكون حاجة مهمة جدا، فكرة الزيارات الميدانية، وحتى في التصميم بشكل عام، مش ممكن يعني مش لازم تصميم العملات والميداليات، بس ده طبعا بيكون أحسن. بس أنا كنت معتمدة على الصور أكتر اللي كانت بتنزل على الموقع بتاع العاصمة الإدارية والصفحة بتاعتهم على الفيسبوك طبعا. لأن أنا كنت بدأ في المشروع من بدري جدا، فكان في حاجات أصلا على أرض الواقع لسه ما ظهر لهاش يعني الديزاين ما خلصش أصلا. فأنا كنت بشوف صور الديزاين، لكن كان على الواقع لسه الحاجات كلها كانت بتبقى لسه في نطاق التنفيذ يعني. لما حبيتي ان انت تعملي المشروع التخرج بتاعك خاص بالحته دي، كنت بتحلمي بايه؟ انه يتم الاستعانه بيها فعلا؟ اكيد طبعا، يعني كنت عايزه يعني ان هو يوصل ويتشاف طبعا، لان هي حاجه بالنسبه لي كانت مهمه. يعني انا كنت في الكليه، يعني اكيد كنت حابه ان انا اختم مرحله دراستي بحاجه تكون يعني تتشاف وانها تظهر وبس. يعني قلتي لي ان انت عملتي تعاون بمصلحه سك العمله، قولي لي ازاي تم التعاون؟ هو انا حقيقي احنا كنا ككليتنا احنا بننزل تدريبات في الاجازه الصيفيه يعني، فكان تدريبنا في الفرقه الثالثه كان هناك في مصلحه سك العمله. فانا لما رحت هناك وشفت الدنيا والتنفيذ والتكنيكس اللي هم بيستخدموها، انا حبيت ان انا اطلع الشغل بتاعي بالكواليتي دي. فروحت بعد كده يعني عرضت عليهم المشروع، وطبعا يعني في ناس كتير وقفت جنبي، واحب يعني اخص بالذكر حد معين، باشمهندس ياسر سعد الدين، مدير عام انتاج تشغيلات غير العمله. هو بصراحه اللي كان متبنيني من اول ما دخلت يعني، وساعدني جدا ان المشروع يطلع بالشكل اللي كان في دماغي، ويمكن احسن كمان. احنا بنشكره، واي حد بيدعم الشباب الحقيقه احنا بنشكره. طيب احنا عارفين طبعا اللي هو المفروض مع بدايه السنه الجديده تبتدي العمله البلاستيكيه الجديده البوليمريه، هل كنت بتحلمي ان انت تشتركي في هذا الامر، او كان عندك طموح معين؟ بصي، هو اكيد بس انا تخصص عملات معدنيه اكتر يعني. ممكن الجزء ده يكون خاص بقسم الطباعه ونشر وتغليف، هم اللي بيبقوا في حته العملات الورقيه والعملات البوليمريه شويه. فانا تخصصي اللي هو الكوينز، اللي هي العملات اللي زي بتشوفيها الجنيه ونص جنيه، والعملات اللي هي التذكاريه يعني، تبقى اوقات فئات مختلفه يعني. احكي لي اكتر عن هذا النوع من الدراسه، وفكره انه هل انا
مطالبة ان انا اذاكر عبر الزمن التاريخ العملات وازاي العملات شكلها اختلف عبر الزمن؟ اكيد. قولي لي اكتر ونوعية المعدن كمان المستخدم. اكيد. بصي، هو الفكره كلها في اي حاجه دايما بتحتاج دراسه، يعني اي حاجه ان انا ببدا، يعني بنبدا من حيث انتهى الاخرون زي طبعًا ما بيقولوا، وده صح. فالفكره ان انا يعني قبل ما اعمل مشروع التخرج بتاعي، لا، شفت واتفرجت على عملات اجنبيه وعملات من مصريه قديمه طبعا. بس الفكره كلها حته برضو الاختلاف بتاعت الفرق بين العمله التذكاريه والعمله المتداوله. ده بيختلف حتى في نوع الخامه المستخدمه فيها. يعني انا لما باجي اعمل جنيه بعمله مثلا من الصلب او كده، العمله التذكاريه طبعا بتبقى ذهب او بتبقى فضه، فدي برضو لازم بيراعى في تصميم دي حاجات وبيراعى في تصميم دي حاجات. فالفكره ان انا لازم، انا كديزاينر وانا بعمل تصميم عمله، لازم اخد بالي من الحاجات دي، سواء انا شغال تذكاريه شغال متداوله. يعني المتداوله بحتاج ان انا اوصلها للناس اسرع، يعني اللي هو اللي يشوفها يفهم مثلا المناسبه بتاعتها ايه، او هي بتتكلم مثلا عن حدث معين بتتكلم عن. لا، فهميني الفرق بين الاثنين، ايه المتداوله وايه التذكاريه؟ التذكاريه انا بعملها بتبقى لتخليد مثلا انتصار معين، تخليد زي مثلا انتصارات اكتوبر مثلا. مثلا بتبقى مثلا خاصه بمؤسسه معينه، زي مثلا العمله بتاع مقاولات بنك مصر مثلا. المتداوله بتبقى عاده عن المشاريع اللي موجوده، يعني مثلا زي احنا بنشوف قناه السويس، المشاريع الطاقه الشمسيه مثلا باسوان، مثلا زي مشروع حياه كريمه كان برضو في منه اصدار جنيه ونص جنيه، يعني امثله من دي موجوده كتير. ناس كتيرة بتتخيل ان مصمم العملات لازم يكون راجل كبير في السن وكده يعني، لكن الحقيقة انا شايفة شابة جميلة في مقتبل العمر. وليه ايه السمات والصفات اللي لازم تتوفر في المصمم بشكل عام؟ هو بشكل عام طبعا ان هو لازم يكون مبتكر، دي اول حاجة. ان انا دايما اخرج عن اطار المألوف. اكون دايما طبعا، يعني تاني حاجة اكون دايما بشتغل على نفسي، حتى ان انا ما يبقاش عندي ركود او ان انا مثلا امشي ورا اتجاه معين دايما، لا، دايما يبقى اطور من نفسي، يبقى في اتجاهات، يعني اشتغل في كذا اتجاه. يعني دي حاجه برضو بتبقى لطيفه. مبسوطه منك يا ندى قوي انك قلتي اني اطور من نفسي واشتغل على نفسي. بتعملي ده ازاي؟ طبعا السيرش دايما، بقرا كتير، اتفرج على صور كتير جدا، يعني دي برضو التغذيه البصريه مهمه جدا لاي مصمم في اي مجال، ان هي بتساعده ان هو بيشوف افكار مختلفه، بيشوف مثلا خامات مختلفه. يعني مثلا ممكن ابقى حاطه ان انا انفذ دي بحاجه معينه، لا، ممكن الاقي مثلا ليها خامه تانية وليها طريقه تانية تظهر بشكل احسن تخدم التصميم بتاعي اكتر. ايه العناصر اللي لازم تتوفر في التصميم؟ يعني اتكلمنا على العناصر اللي لازم تتوفر في المصمم في الديزاينر، لكن في التصميم نفسه ايه العناصر المفروض تتوفر في الشكل؟ الشكل طبعا لازم اول حاجه ان هو يبقى فيه توزيع مناسب للعناصر، يعني الشكل اشوفه احس ان انا عيني مرتاحه فيه وانا شايفاه. يكون عندي اللي هو حاجه برنسبل اللي هو عنصر رئيسي اشوفه، يعني اول ما اشوفه يبقى هو نقطه جذب انتباهي. فالصح ان انا اوفر الرساله اللي عايزه توصل للمستقبل بتاعي من خلال العنصر الرئيسي ده، يعني هو يشوفه يفهم الموضوع كله بيتكلم عن ايه. لو يعني كده سرحنا بخيالنا وقلنا ان تم الاستعانه بيكي في تصميم العملات الجديده، تمام، ايه اهم عنصر هتحبي وهتصري ان هو يكون متواجد في العمله الجديده؟ هو طبعا كعنصر او كمواضيع طبعا هي الانجازات والحاجات اللي موجوده دلوقتي. يعني انا حتى مع نفسي احب ان انا احط سكتش مثلا، اي في مثلا حدث معين، في مشروع معين، في ذكرى معينه، مناسبه معينه، بحب ان انا احط ليها ديزاينز، يعني تبقى موجوده حتى معايا. دايما الناس لما بتفكر في العملات المصريه بتفكر في القديم، في يعني التماثيل والشخصيات التاريخيه القديمه، في المعابد، في الجوامع، في المناطق السياحيه المعروفه، لكن انت فكرتي شويه بشكل مختلف. ايه السبب في ده؟ السبب ان احنا برضو نفكر في الجديد، وبرضو يعني نبقى محافظين على الهويه بتاعتنا. يعني ممكن ان انا حاجه مش شرط كله يبقى قديم وما بصش للجديد خالص. هل ينفع نعمل وش الورقه مختلف عن ظهرها؟ اكيد، ما هو ده موجود في مثلا لو بصيتي في العملات الورقيه هتلاقي مثلا بتكلم زمنيا، يعني زمنيا يعني ممكن مثلا تلاقي حاجه فرعوني او حاجه اسلامي، وعلى الوجه الثاني ممكن فرعون. تلاقي فده عادي بيحصل يعني. موجود. فممكن نعمل كمان ديزاين مشروع حديثة زي ما ذكرتي. أكيد طبعا. بالإضافة للشكل الفرعوني التقليدي. أكيد.
لو اتكلمنا اكتر بقى عن المجالات الاخرى يعني الحلي، وانت قلتي لي برضو انت مصممه حلي، هل فعلا عملتي تصميم حلي قبل كده؟ اللي اشتغلت فيه بس كان من خلال الكليه. عملت تصميمات في الطراز الاسلامي والطراز الهندسي، وكان نفسي اشتغل طراز فرعوني، يعني حقيقة انا بحب الطراز الفرعوني جدا في اي مجال يعني، بس اشتغلته في حاجه تانية في مكملات الاساس. بس كهو كان مجال الحلي بالنسبه لي كان مقتصر على فتره الدراسه، يعني بعد فيما بعد فتره الدراسه فانا اهتمامي دلوقتي في العملات والميداليات ورموز التقدير يعني. اغلب اللي التقيتهم في هذا المجال كان لا بتحلم انه الحلي، تركز في الحلي لان هو ده سوق العمل المفتوح أكيد. والاقبال الاكبر والمربح اكتر. لكن انت تفكيرك بره الصندوق شويه، بتحلمي بايه في هذا المجال؟ اول حاجه طبعا ان الديزاينز بتاعتي تتشاف، دي حاجه يعني انا اكيد هحبها طبعا، واتمنى ان انا اكمل في المجال ده واشتغل واوصل لحاجه فيه، يعني في حته ان انا اعمل اختلاف شويه في حته التصميمات اللي هي موجوده او في تصميمات الميداليات التقديريه بشكل عام ورموز التقدير بشكل عام. المواد المستخدمه اللي استخدمتيها يعني في الحلي، وهل المصمم دوره بيقف فقط عند الرسم ولا كمان بيدخل في التنفيذ؟ هو أول حاجة المصمم من أول ما بيحط الديزاين أو الفكرة بتاعته لازم يبقى فيه تصور لما بعد مرحلة الديزاين، يعني أنا بحط الديزاين بتاعي أشوفه هو هيستخدم إزاي، أشوفه هو هيتنفذ إزاي. فطبعا بيبقى ليه اعتبارات تصميمية، يعني مثلا هيبقى لونه كذا، هيبقى معمول بالطريقة الفلانية، فطبعا دي أنا لازم أكون متابعة كل ده، يعني من أول ما بتنتهي مرحلة الرسم أنا بتابع المراحل التنفيذية بتاعته. بتتابعي لكن مش انت اللي بتعملي بنفسك؟ لا. لكن هي متابعة متابعة لصيقة يعني. فكرة يعني قلتي لي وقت الكلية انا كنت بشتغل في ديزايننج الحلي، هل لم تستهويكي ولا ايه بالظبط؟ لا بصراحه مش قوي زي فكره العمله والميداليه برضو. انا اشتغلت في كذا حاجه، هو مش في الحلي بس، احنا في تصميم منتجات معدنيه بنشتغل في كذا اتجاه، يعني اتجاه مثلا تصميم وحدات الاضاءه، تصميم مكملات الاساس مثلا زي الاساس المعدني، المقابض، الحاجات دي كلها، ومجال مثلا مكملات الملابس، الاكسسوارز اللي بتبقى مع الملابس، ومجال سباكه المعادن. هو كذا مجال يعني، كذا مجال، وكل حد بقى في الاخر بيختار اكتر حاجه يعني هو شغوف ليها اكتر او حابب ان هو يكمل فيها اكتر يعني. مكملات الاساس ومش هعديها قوي لانه ناس كتيره من اللي بتتابعنا ممكن تتوقف، يعني ايه تقصدي بمكملات الاساس وايه دور الديزاينر في مكملات الاساس؟ بصي، هو مكملات الاساس اللي هو انا مثلا بيبقى عندي كرسي، مرايه، ترابيزه، الحاجات دي انا ممكن ادخل فيها معدن، مش لازم تبقى كلها خشب، مش لازم تبقى كلها برضو ميتال في نفس الوقت، يعني ممكن استخدم كذا ماتيريال في الحاجه الواحده دي، طبعا بتدي يعني بتدعم الديزاين اكتر، اللي هو ما بيبقاش عندي مثلا اللي يشوف حاجه تبقى كلها خشب او كلها معدن، فده بيدي فرصه ان انا اظهر التصميم بشكل احسن يعني. بتختلف بقى طبعا ان انا على حسب القطعه اللي انا بنفذها، طبعا لازم اهتم بانها تكون مريحه، يعني ما اعملوش حاجه تعوره، حاجه مثلا يعني تبقى مش مريحه للاستخدام، يعني في حاجات ممكن يبقى شكلها جمالي جدا بس انت ما تعرفيش، مش مريحه، انت ما تعرفيش تستخدميها، ما تبقاش مناسبه مع الاستخدام اليومي مثلا. هل ليها موضات وهذه الموضات بتتغير وبرده بتعرفي ازاي؟ المضاد هو بيبقى على حسب التروز اللي موجود، يعني انا ممكن اشتغل كذا تروز، ممكن برضو اللي هو اشتغل حاجه جديده، حاجه مثلا ممكن فرعوني، يعني انا كنت عامله حاجه كده، كنت عامله مرايه فيها شغل فرعوني، في مثلا ممكن ان انا اعمل حاجه مودرن، حاجه كلاسيك، كل ده بيبقى واقف على الديزاينر وبرضو على الحاجه اللي مطلوبه يعني. النهارده انت بتشتغلي في هذا المجال وانا ككلاينت او زبونه جايه لك اقول لك انا عايزه مثلا ديزاين فرعوني بس بشكل حديث، هل ينفع حاجه زي كده ولا انا بس بطلق لك العنان؟ وهل ينفع اختار انا كمان تفاصيل في هذا الديزاين ولا انت اللي بتختاري وانا وبتعرضيه عليا؟ فهميني اكتر. اكيد يعني حضرتك لو ليكي رؤيه معينه طبعا انا بشوف الرؤيه دي، وبرضو يعني لو متاحه انها تنفذ
بالامكانيات موجوده تمام انا ببدا اشتغل عليها لو هي كتصميميا صح، لو مش كده انا ببدا اعدل وبعمل كذا مقترح واعرضه على حضرتك وبناء على كده حضرتك بتختاري وبعديها بنبدا نشتغل. اللي بتتكلمي فيها ندى بتبقى كانه قطعه بتبقى بارزه جدا في اي مكان، يعني مثلا هي بتبقى ماستر بيس، يعني هي حاجه معموله ليكي، يعني بالزبط. حاجه هي ماستر بيس، يعني ممكن صالون كبير جدا لكن دي القطعه الواضحه اللي أيوة. ظاهره جدا دي. هل دي موضه؟ يعني مثلا في موضه، مثلا تلاقي الصالونات المذهبه بتطلع موضه في فترات وبعدين تختفي، المودرن، الحاجات المريحه اكتر، الستايل الامريكاني اكتر. هل القطع الماستر بيسز زي ما قلت دي كمان موضه وبتتغير، ولا لا دي بتبقى ثابته عبر الزمن؟ لا ما اقدرش اقول ان هي موضه وبتتغير، لان هي ليها محبينها جدا، في ناس بتحب اقتناء الحاجات دي جدا، في ناس بتحب ان هو يبقى عنده حاجه يعني معموله ليه هو في المكان بتاعه، هو يعني مصممه ليه هو شخصيا. فلا هي ما اقدرش اقول انها موضه وبتتغير، هو ممكن طرازها يتغير لكن هي اكيد موجوده، هتفضل موجوده يعني. طب الناس بتسالك الحقيقه في الكنترول، التكلفه بتاعه القطع اللي هي اللي بتتقال عليها ماستر بيسز دي ليه دايما بتبقى غاليه قوي؟ عشان هي ماستر بيس، يعني هي معموله مش انتاج، مش ماس برودكشن، يعني دي برضو ما بكون بعمل حاجه بالطلب او حاجه مثلا هاند ميد، لا دي طبعا بيبقى ليها، لان هي بتاخد من وقتك، بتاخد من روحك، بتاخد من احساسك وانت شغاله فيها، فبتبقى طبعا تكلفتها يعني ممكن نقول المعنويه يمكن اكتر من الماديه كمان. المواد المستخدمه في القطع المميزه زي اللي انت عملتيها وكنت بتحكي لنا عنها. انا استخدمت النحاس طبعا، يعني هو النحاس كمعدن، هو طبعا معدن مش قليل يعني، بس هو المتاح لينا ان احنا بنستخدمه فطبعا في مجال الدراسه يعني. فانا المرايه الفرعونيه اللي انا كنت عاملاها دي كان فيها جزء نحاس، وبرده مشروع التخرج بتاعي كان الاساس فيه ان انا كنت بتعامل مع النحاس. انت بتحبي نحاس؟ هو طبعا كماديا يعني يعتبر، يعني مش هروح انفذ حاجه ذهب او فضه، لا يعني تقيل قوي. طيب لو اتكلمنا عن المواد الخام تاني والنحاس، هل كل معدن ليه طبيعه خاصه في التعامل كديزاينر؟ بتبقي عارفه طبيعته، فما اقدرش اعمل الديزاين بشكل معين ده لانه ده نحاس فصعب؟ اكيد هو بيختلف زي ما انا قلت على حسب الديزاين، في ديزاين عندي مثلا ممكن يظهر على النحاس مثلا بشكل اكتر، ممكن برضو في حاجات تانية اللي هي مثلا الطلاء بتاع المعدن نفسه، او ان انا بعمله ذهب، بعمله فضه، بعمله اكسده، حاجه بتديني الاحساس اللي لو انا بعمل حاجه قديمه مثلا، حاجه كلاسيك، فبتديني احساس اللي هو حاجه عتيقه شويه يعني. فده برضو يعني بيفرق طبعا في شكل المنتج، في شكل النهائي بتاع المنتج. قلتي كلمه عجبتني قوي في خلال كلامك، وهو المرجعيه وفكره التدريب والتطوير. هل انت ندى مصممة الحلي والعملات وكل هذه الأمور الجميلة، عندك حد بترجعي له بتاخدي رأيه بيرشدك بيقودك؟ دكاترتي طبعا في الكلية، وأحب برضو أخص بالذكر يعني دكتورة أميرة فؤاد، أستاذ مساعد عندي في القسم، دي برضو يعني هي كانت السبب الرئيسي أصلا إن هي خلتني كده، يعني هي ساعدتني إن أنا أكمل، وساعدتني إن أنا يمكن أطلع اللي عندي أكتر أكتر. هي يعني لا أقدر أقول إن هي اكتشفت الموهبة اللي عندي وساعدتني في تطويرها بصراحة، فدي هي أكتر حد أنا برجع له دايما يعني. طموحك إيه ندى الوقت اللي جاي؟ عايزة تعملي إيه؟ خلصتي دراسة وعملتي مشروع تخرج متميز بتعاون مع مصلحة سك العملة، يعني حاجة كبيرة الحقيقة جدا، لكن اللي جاي بعد كده طموحك ايه؟ اللي جاي بعد كده هو انا دلوقتي الحمد لله يعني مسجلة ماستر لسه في فنون تطبيقية يعني، فحلمي ان انا اكمل طبعا ماستر ودكتوراه، ده شيء ان شاء الله يعني اساسي. الشغل طبعا زي ما قلت ان انا يعني يبقى ليا شغل في المجال ده وفي المكان ده، يعني دي حاجة طبعا اكيد هتبسطني، ودايما يعني افضل اشتغل على نفسي عشان اكون جديرة ان انا ابقى في المكان ده يعني. العصر اتغير من زمان لدلوقتي، دلوقتي بقى المجال مفتوح اكتر وبقى التسويق اسهل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قولي لي ممكن ازاي ده يساعدك الوقت اللي جاي انك تسوقي نفسك في سوق العمل؟ هو طبعا من خلال يعني احنا طبعا كل حاجة يعني عارفين السوشيال ميديا طبعا، فدي حاجة برضو مهمة ان انا اقدر من خلالها اعرض الديزاينز بتاعتي. وانا جيت فترة بصراحة عملت كده، يعني جيت فترة اشتغلت في الحتة دي، كان في وقت ما كنت بشتغل حلي، عملت كده ايوه. فدي طبعا حاجه مهمه جدا ان كل يعني ديزاينر او كل حد يكون عنده حاجه زي
مثلا بيج او كده، ان هو يقدر من خلالها يعرض شغله يعني ان هو يتشاف. وكانت بالنسبه لك تجربه عامله ازاي؟ وقتها ما كنتش متمكنه قوي بصراحه لسه في حته التسويق، لان وقتها كنت في سنه تانية يعني كنت لسه مستعجله كنت لسه صغيره، فالموضوع كان عايز يعني المام اكبر بفكره التسويق وفكره ان انا اعرض المنتج بتاعي فين وامتى وازاي، يعني دي برضو كانت حاجه محتاجه دراسه اكتر يعني. التعاون مع الاخرين وفكره انه يمكن في الكليه بتعملوا مشاريع مشتركه ودي حاجه الحقيقه كليتكم بتتميز بيها جدا، فكره ان احنا نتعلم ازاي نتعاون العمل الجماعي. هل بتفكري في المستقبل الشراكه مع حد من زميلاتك المميزين في هذه الشغلانه او في هذا المجال علشان نطلع حاجه مختلفه ولا ايه؟ ولا فكره ان انا فنانه متفرده؟ لا، هو طبعا يعني دعم الاخرين وان انت طبعا تشاركي افكارك مع الناس الثانيه، ده طبعا ده حاجه مهمه جدا، لان ممكن فكره على فكره تطلع فكره تانية خالص فتبقى ممكن احلى من فكرتك لوحدك، فدي حاجه طبعا اساسيه. بس انا اكيد لو لقيت حد في مجالي طبعا او في نفس الحاجه اللي انا عندي ليها شغف فاكيد طبعا يعني هشارك يعني اكيد. ايه القطعه اللي عملتيها يا ندى وفي اي مجال، ان كان في الحلي او في العملات او في الرموز التقديريه، ايه اكتر قطعه عملتيها انت سعيده ان انت عملتيها وفخوره بيها ونالت اعجاب الناس اكتر؟ المفتاح التذكاري، كنت عاملة في مشروع التخرج بتاعي مفتاح تذكاري، مفتاح العاصمة الإدارية، كان إهداء لسيادة الرئيس، كان عليه إهداء، فهو دي كانت أكتر حاجة يعني أنا كنت يعني حباها وكنت مبسوطة بيها قوي، يعني لما طلعت وخلصت وشفتها قدامي كده وفي العلبة، لا أنا كنت مبسوطة بيها جدا جدا يعني. ده تصمم وتنفذ؟ أتنفذ احكي لي عن شكله أكتر، وإيه الحاجات اللي أثرتي إنها تكون موجودة في هذا المفتاح التذكاري؟ هو اللي أثرت عليه طبعا في الأول الإهداء، إن هو يعني كنت حابة إن هو يعني يبقى موجود. هو طبعا المفتاح على شكل طبعا مفتاح الحياة، وفي عين حورس طبعا، يعني احنا كلنا يعني او ممكن في ناس تكون عارفة عين حورس ان هي بترمز للقوة وانها الحماية طبعا، فحاجة انها تكون موجودة في حاجة جديدة بتتعمل، المفتاح لحاجة المدينة جديدة بتتعمل، فدي كانت برضو حاجة انا كنت مهتمية بيها جدا يعني. معمول من أني مادة خام؟ هو كان نحاس برضو، هو نحاس والظهر بتاعه كان خشب. وكنتي عاملاها تهديها لسيادة الرئيس؟ طب احنا بنوجه ليه هذا الأمر دلوقتي الحقيقة. اتكلمنا كمان عن مكملات الأساس، وقلتي لي مكملات ملابس. قولي لي ايه موضوع مكملات الملابس كمان؟ مكملات الملابس عندي بيبقى فيه كذا حاجه، يعني مثلا عندي الشنطه، الشوز، الحزام اللي بلبسه، في حاجات مش لازم برضو تبقى قماش بس، مش لازم تبقى جلد بس، ممكن ادخل فيها مثلا حاجات مثل نحاس. هو النحاس يعتبر اقيم حاجه ممكن تستغل يعني. انت بتحبي النحاس؟ هو طبعا اكيد كنت احب ان انا اشتغل فضه، بس طبعا هي لا مكلفه كده بس بيبقى ليها زبونها يعني. عملت ليها ايه بقى من مكملات الملابس احكي لي؟ عملت حتى لو خلال فتره الكليه يعني. عملت كان مشروع كان دريس وكان معاه بروش وحزام، كان كنت مستلهمه فيه نباتي، كان اتجاه نباتي او اوراق الزيتون والزهره، زهره اسمها شقائق النعمان. فكان هو كان برده كان من المشاريع اللطيفه جدا اللي استمتعت فيها وانا بشتغلها يعني. لا اشرحي لنا اكتر، موضوع مش بسيط يعني، ليه اخترتي الاتجاه ده وشكل الزهره والنبات؟ هو الاتجاه بصراحه كان الدكتور بتاع الماده هو اللي كان محدده. فاحنا وقتها اول ما بيتعرض علينا اتجاه بنبدا نعمل سيرش عن الاتجاه ده، اتجاه النباتي، بنشوف مثلا الازهار بانواعها، الاوراق النباتات بانواعها، وبعد كده كل واحد بيبدا يختار الشكل اللي يحس ان هو هيطلع منه حاجه كويسه يعني. واضح انك خدتي تقدير كويس في المشروع ده. امتياز. ما شاء الله عليكي، شاطره جدا يعني. بس بتفكري انك برضو تشتغلي في هذا المجال، فكره المكملات للملابس، ولا مش في بالك؟ لا مش قوي بصراحه، مش في بالي خالص يعني. وانا اللي مركزه فيه دلوقتي الرموز التقدير والعمله والميداليه. طب بس خليني اسالك سؤال ممكن يعني يجي في بالي وفي بال كتير المشاهدين، يعني انت ليه مش بتفكري بشكل احتياجات سوق العمل وايه اللي مربح اكتر؟ يعني كتير قوي ممكن حد يقول لك اللي مربح هو الحاجات دي، الجزم، شنط، الاكسسوارز، لكن انت مفكره تفكير مختلف، ليه يا ندى؟ هو بس فكرة هي أول حاجة بالنسبة لي حتة الشغف، يعني أنا كندا مش ممكن ما أحبش إن أنا أتجه شوية لحاجة هي أوريدي أصلا موجودة، فانا يعني حابه ان انا تبقى حاجه ممكن تكون بعيده عن عين الناس شويه، وممكن ان انا مع الوقت انها تنتشر، يعني انها تنتشر وتبقى الناس يعني في ناس كتير مهتمه بالمجال ده، مش مجال مثلا الحلي بس، مش مجال الاكسسوارز بس بتاعه الاساس او بتاعه الملابس، لا يعني الموضوع ينتشر زي كده يعني.
وده يخليني اسالك، هل السوق متطلب لفكره يمكن العملات هتبقى محدوده شويه؟ أيوة طبعا. لكن لو اتكلمنا عن الميداليات ورموز التقدير، هل السوق طالب ده؟ اكيد، بس هو بيبقى ليه سوق، ليه طبع خاص شويه. يعني مثلا حضرتك لو بصيتي مثلا بيبقى فيه الحاجات الرياضيه، مثلا الكاسات اللي هي الميداليات اللي بتهدى للاعبين، مثلا الاولمبيات، مثلا الحاجات دي بيبقى اكيد. يعني لو انا مثلا وصلت لحاجه زي كده، ان انا اعمل مثلا تصميم حاجه زي كده، فدي طبعا لا بتبقى حاجه كويسه جدا. يعني الحقيقه انا فخوره بيك يا ندى جدا، يعني الحقيقه انا سعيده ان شابه صغيره جميله عندك طموح، وانك بتفكري بره الصندوق، مش فكر تقليدي زي أغلبية الناس. طبعا احنا مش ضد الفكر أيوة التقليدي، والناس اللي بتشتغل في الحلي وفي مكملات الأثاث ومكملات الملابس حاجة راقية وجميلة، لكن كمان بحييك ان انت ما فكرتيش بالشكل ده وفكرتي شوية امتهن مهنة شكلها مختلف جدا. بشكرك جدا، نورتيني ندى يسري خالد، مصممة منتجات معدنية وحلية. شكرا لك يا ندى. شكرا.